بس هي جيده دي حاجه مش يلا قول يا محمد. لا ما لازم الصوت يبقى عالي. كمل كمل مش لازم تزعل. تعالى اقرا هدي مش عايز صوره هدي؟ لا مش عايزين صوره؟ المهم هات صوره هنا. يلا يا جدعان يلا يا جدعان عبد الله فريد. بسم الله الرحمن الرحيم احبائي الكرام عاشقي كرة القدم ومحبيها محمد الجمال يحييكم من نادي الجمارك حيث المباراة المرتقبة ما بين نادي الجمارك ونادي المطرية. نادي الجمارك النهارده بيمثله لحراسة المرمى علاء قدام منه اثنين خط الظهر عبد الرحمن وحسن. النهارده بيلعب على الباك اليمين لو ولد المباراه بتلعب سريعه نادي الجمارك كره حلوه ناحيه المطريه. معانا طاقم تحكيم النهارده الكابتن طه عزيز حكم الساحه ومساعده الكابتن يوسف مصطفى والكابتن بدوي مساعد او لايز مان. النهارده كره جميله قوي من ناحيه يوسف تتلعب طويله هناك فريد لفريد فريد فريد يعدي الكره حلوه هناك وشوطه حلوه 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 عبد الله كده حماسيه لنادي الجمارك كره جميله جدا ناس جديدة جميلة من عبد الله في بداية المباراة. ضربة مرمى للمطرية بداية كده طيبة تتلعب طولية في وسط الملعب حلوة هناك التقاء عالي هادي جاد على يمينه عبد الله هيديها له يقطع المطرية مرة ثانية يستلم لعب خط الوسط يسدد كده كرة جميلة ناحية اليمين لكن متواجد لها بالمرصاد عبد الرحمن كتف صغير كده سلامات يا حبيبي سلامات هتعب. نادي الجمارك بقيادة المدير الفني الكابتن محمد جاد ومساعده كابتن وائل دسوقي. ايه ده لا ده كده كتير قوي كرة جميلة لكن بلا عنوان تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الجمارك على التنفيذ حسن هيلعب ضربة المرمى يلعبها جميلة كده بالعقل لرياض رياض يلعبها ليه حاتم حسن حاتم حاتم يديها ناحية عبد الله فريد عبد الله وفريد يفتقر كده لاعب المطرية من أعلى نقطة وطلع الكرة رمي التماس بمبدا السلامه رمي التماس لصالح نادي الجمارك هادي جاد رايح للكوره هادي يلعب الكره لعبد الله لهادي مره ثانيه تعدي ولكن حارس مرمى المطريه يمسك كورته هيلعب الكره الطوليه يد ورجل في وسط الملعب كالمعتاد يلعبها فعلا طوليه في وسط الملعب بس المدحت يرتقي لكن دفع من الخلف وتبقى ضربه حره مباشره لصالح نادي المطريه حضور مشرف للاستاذ محمد عطيه النهارده ورجال نادي الجمارك الاستاذ اشرف وكابتن علاء وكابتن عادل ضاحي ضربه حره مباشره من وسط الملعب تتلعب الكرة الطويلة لكن علاء متواجد يا ولد يا علاء ارتقاء كده جميل ويمسك الكرة طاقم تحكيم جميل النهارده الكابتن طه عزيز حكم الساحة كابتن بدوي ابن الوادي الجديد لايز مان ومعاه يوسف مصطفى مساعد كرة حلوة هناك ناحية علاء تتقطع مرة ثانية وتبقى رمية تماس عدسات مخرجنا الجميل الكابتن مجد سليمان رمية التماس يوسف يوسف يلعب الكرة الطولية لكن المطرية يشيل الكرة عند بول تخبط كده لكن يمشيها الحكم مفيش أي كلام عبودة تتقطع هناك عند باسل مدحت يرتقي لاعب المطرية من أعلى نقطة لكن خروج لعلاء موفق هايل مش مشرف نادي الجمارك عندها مجموعة حراس مرمى جمال علاء يلعب الكرة الطويلة إيد ورجل في وسط الملعب حلوة هناك لاعب المطرية يشيل الكرة رايحه جايه هادي جاد عند عبد الله عبد الله يلعب كره هناك ناحيه فريد
فريد استلم وهيشوط ثلاثة. اوبا حلوة فرفر. لكن فين؟ لكن فين؟ الكرة تعلو العارضة كده ب 10 12 ياردة، ضربة مرمى لصالح نادي المطرية. حلوة فريد. ضربة مرمى لصالح المطرية، العبها طويلة لكن عبد الله هايل ومعاه فريد في رابط ولا ايه؟ توصل حلوة، عايز يلعبها لرياض، تعدي هناك. الو 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 يا اسماعيل حالي لا في ماتش صار ماتش يلا عند عبد الله، عند عبد الله كرة طويلة يا دي البلاد عشان ورا 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 رياض حاتم 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 حلو عند باسل مدحت، عبد الله ليوسف مره ثانيه، يوسف يراوغ ومعاه هادي جت في الوسط، يوسف يراوغ يلعبها هناك عند رياض، هاي يا ولد لعيب تتقطع منه، يا سلام يا عبوده العقل مطلوب، يلعب الكره الجميله عبد الله، هاي يا ولد لعيب. ايه ده عبد الله؟ ده عبد الله ليه يا ولد؟ يا يوسف يا ولد يا يوسف، يوسف يعدي واحد في واحد يا ولد يا يوسف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اكيد من عالم تاني، مش ممكن، مش معقول، كرة ولا ارض. حلو يا يوسف، اكمل بالقدم. تعالى هنا انا، تعالى القدم اليسرى ليوسف يحرز هدف، هدف مبكر، هدف قوي، لعيب جميل 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 جميل، هايل هايل يا ولد لعيب. الجمارك واحد، المطرية لا شيء، في بداية مباراة قوية فيها ندية. علم يا يوسف والله. بداية سريعة تانية للمطرية. لابسة في رجله جميلة. تتلعب حلوة هناك، هايل يا ولد لعيب للمطرية مرة تانية، استلم على صدره، يلعبها اللاعب الشمال. حلوة هناك ماشي الكورة لكن متواجد عبودة، هايل يا ولد لعيب، وتتقطع وتبقى رامي التماس لصالح نادي المطرية. رامي التماس هتتلعب طويلة. حلوة هناك يا ولد يا لعيب، استلم ولكن تخبط في ايديه وتبقى لمسة يد. ضربة حرة غير مباشرة لصالح نادي الجمارك. على التنفيذ عبد الرحمن. ما ننساش اللي داري الكابتن عبد الخالق. منور الدنيا النهارده. يا سلام يا ولد يا فريد، كرة جميلة مع عبد الله. النهارده لا والله عاملين شغل جامد يا فريد. قطع منهم حلوه الكوره المطريه مره ثانيه، فرقه جميله برضو، عندها لعيبه متميزين. شغل عبد الله يا فريد، كف خبره جميل، قادر يعمل توليفه حلوه ما بين اللاعبين. رمي التماس لصالح المطريه من ناحيه اليمين، تتلعب طويله، هايل يا ولد لعيب، يلعبها كده قدام لكن عبد الرحمن موجود لباسل مدحت، تتقطع مره حلوه ليوسف ولسه والله الكره معاه ما خرجتش خارج الملعب، تتلعب حلوه عند فريد، لاعب المطريه يشيلها. يا سلام رياض، تتقطع مره ثانيه ليوسف، يوسف تخبط في رياض وترجع لهادي جاد، هادي يعدي فاول، ضربه حره مباشره لصالح نادي الجمارك. حلوه هادي. حكمنا الكابتن طه عزيز ومساعده الكابتن بدوي. مين اللي شكى بالضم؟ مين؟ رياض؟ ضربة حرة مباشرة، شاف كده رياض بيشتكي من حاجة. بس المدحت لحسن بالعقل يا ولد يا لعيب. حسن مرة تانية، تتلعب جميلة لحاتم، حاتم حلوة لرياض، بس المدحت مرة تانية. بس يا ولد يا بس، يا ولد يا بس، يوم بيتقدم عن يوم. بس لعيب جميل، رياض هايل، قدر يصبر عليك كابتن محمد جاي. حلوه باسل لغايه ما عمل منه فورمه لاعب طيب جدا. باسل مدحت ده ضربه حره مباشره لصالح نادي الجمارك. تقفش جنبي عشان ما نضربش بعض. يوسف عايز اقول له ما تشوطش. يوسف هيلعب الكره ان اي شوط هيقع بقدمه اليسرى داخل المربع العمليات، تتلعب حلوه مقوسه هناك عند عبد الله، فريد يلعبها والله وياخدها حارس المرمى، ضعيفه كده طولية في وسط الملعب. بس المدحت هايل يا ولد يا لعيب، مشروع لاعب هايل جدا. حلوة يا لعيبة، بس متميز
نجم نجم بس بصراحه لاعب متميز، قدر يعمل منه لاعب جميل جدا الكابتن محمد جاد. فريد عبد الله، عبد الله هايل يا ولد، لهادي جاد تعدي رياض، تتقطع مره ثانيه للمطريه. حلوه يا عبد الله، حلوه يا عبد الرحمن ليوسف. الكره طبعا حلوه طويله هناك للمطريه، ادار المدافعين لفريد، معاك رياض اربط معاه، هايل يا ولد يا لعيب. رياض لهادي جاد، هادي يعديها ولا ايه؟ تتقطع منه، تبقى الكره مع المطريه طويله. حسن ليوسف مره ثانيه، يوسف على مهله كده لعبد الله، عبد الله لهادي جاد، تطول تروح لرياض، رياض يعديها هناك لعبد الله. هايل يا ولد يا لعيب، هيلعب العرضيه ولا ايه؟ العرضيه ولا ايه؟ حلوه يا عبد الله، حلوه يا عبد الله، حلوه 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 عبد الله. تسديده قويه جدا، لكن حارس المرمى كل حاجه يا باشا يرتقي من اعلى نقطه ويشيل كوره في غايه الخطوره من عبد الله، صاحب قدم قويه جدا. ضربه ركنيه لصالح نادي الجمارك. هادي جاد، هادي جاد على تنفيذ الركنيه، يلعبها في يا لعيب يا هادي، يا لعيب يا هادي، بس مش لحد يا هادي، طويله وتبقى رامي التماس لصالح نادي. كلهم واقفين في حته واحده. المطرية فرقه جيده مع مدرب ناجح. تتلعب رميه التماس، باسل بالعقل، هايل يا ولد يا لعيب. حاتم لابو علي، لا ما حاتم على نيلك يا حسن، حلوه. هتقطع منه ولا ايه؟ هتقطع منه ولا ايه؟ فرق هايل 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 يا يوسف، تلعب هناك لكن حاتم شالها مره ثانيه. برافو 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 برافو، تلعب هناك الناحيه الثانيه خالص، دار المدافعين، تلعب مره ثانيه لكن باسل عبد الرحمن موجود يا ولد. فريق محمد حسن اطلع، عبد الله تتلعب لعبد الله، انا فين في عندك فين؟ فين عبد الله فين؟ هيسدد ولا هناك في ناحيه ثانيه خالص. اوبا يا ولد ارفع الدين، عرضيه ثانيه، ارفع يا سلام يا ولد، هاند بول، هاند بول والله. كرة حلوة هناك، تتلعب سريعة، عبد الرحمن يطلع الكورة على مهلك يا ولد. هايل يا عبد الله، غلطة كده عبد الله حسن، يلا عبد الله ادي غلطة من حسن، ما تشكش في رجله، هو يقف ويمشي بيها يا عم، كان مشي بيها، كانت ممكن تسبب مشكلة. كرة طويلة هناك، حارس المرمى علاء موجود، ساب الكورة كده خلص، وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الجمارك. عبد الرحمن، عبد الرحمن نظف اول باول، عبد الرحمن كابتن محمد بيكلمك، كابتن محمد جاد تعليمات على طول. حضور الكابتن الحلواني، ما ننساش كابتننا الجميل احمد الحلواني، طبعا شايف في دكه البدلاء، دكه ناريه، قاعد على الدكه طبعا بوحه الكبير كبير والله، مصطفى تيفا القناص زي ما احنا عارفينه، غياب حسن علاوي، كهربا، مجموعة نجوم كبار قاعدة على دكة البدلاء النهاردة. حارس المرمى المتميز بودة بودة بودة، رياض عند فريد، هادي جاد، هادي يربط مع رياض ولا ايه؟ تتقطع منه للمطرية، تروح هناك عند عبودة، عبودة كده بالعقل ليه يوسف، لعبودة مرة تانية، عبودة لباسل مدحت، يزداد كل يوم خبرة. عبد الله، باسل مدحت مره ثانيه، تتقطع هناك لكن باسل هايل يا ولد لعيب، يسقطها كده عند عبد الله، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ حلوه باسل، حلوه حلوه باسل، هايل هايل هايل. لسه المكنه ما طلعتش وماشي عبد الله، لسه في شغل جامد. هايل كده الكره، رمي التماس لصالح نادي المطريه، تتلعب من مره واحده حلوه هناك. المطريه يا ولد يا لعيب، يعدي ويفوت، وتبقى رمي التماس مره ثانيه للمطريه. خامات طيبة، لعيبة كويسين، يمتازوا بالأخلاق الرياضية، معاهم مدرب ناجح. فرقة المطرية فرقة ليست بالقليلة، فرقة هزمت المعادن اللي هزمت الجمارك هنا، إذا فرقة لها حسابات خاصة. كرة هناك حلوة مع المطرية يا ولد يا لعيب، يعدي الكرة لكن هادي جاد يقطعها، تتقطع مرة تانية، حلوة الكرة وتعدي من مرة واحدة، مفيش تسلل، لسه الكرة هناك. هايل يا ولد لعيب، حارس المرمى متواجد لكن لها بالمرصاد، هايل عند عبد الله، وتبقى رامي التماس لصالح المطرية. كرة حلوة جميلة،
يا ولد لعيب المطريه يلعبها من مره واحده لك تتقطع منه لرياض، رياض يعدي ويفوت وتمسك من الخلف، تتمسك من الخلف وتبقى ضربه حره غير مباشره وكارت اصفر. كارت اصفر للاعب المطريه يحتسب الكابتن طه عزيز حكم الساحه النهارده، ومساعده الكابتن يوسف مصطفى والكابتن محمد بدوي. يوسف مرة تانية في مربع العمليات، مقوسة هناك جميلة عند عبودة تعدي، لكن دفاع المطرية صح المرة دي. هايل يا ولد يا لعيب، يستلم ويعدي ويفوت مع المطرية، لكن باسل مدحت موجود قاطع المية والنور. باسل مدحت قوي جدا، باسل ازداد قوة جسمانية، ازداد قوة عقلية في التفكير حتى داخل البساط الأخضر. يا سلام عليه النهارده باسل مدحت، هايل يا ولد يا لعيب، يلعبها كده بالعقل لرياض لهادي جاد. باسل مدحت مرة تانية، لكن تروح عند المطرية تتلعب هناك في الظهر، لكن عبودة يحجز على كورته وضربة مرمى لصالح نادي الجمارك. كابتن محمد جاد المدير الفني لنادي الجمارك تعليماته على طول. خاله المرحوم الكبير الاستاذ نجيب عطيه رحمه الله عليه. هادي جاد، وطبعا ما ننساش احسن رئيس نادي مسك النادي. يا سلام يا عبد الله، عبد الله يعدي ويفوت، لكن دفاع المطريه صاحي. حلوه يا ولد يا لعيب، ما ننساش دائما وابدا ذكرى في القلب، رحمه الله عليه كابتننا الكابتن الكبير الكابتن مجدي بزوكا. حلوه الكره هناك للمطريه مره ثانيه يا ولد يا لعيب، يعدي الكوره تتقطع منه باسل مره ثانيه لعبد الله. يلا يا عبد الله، عبد الله هناك الناحيه الثانيه، لكن تبقى كويس عبد الله، كويس كويس لسه. رمي التماس لحاتم، حاتم يلعب الكره الطويله عند عبد الله، بتقطع من الخلف. هايل يا رياض، اقطع مره ثانيه بالعقل كده، رياض ياخد كورته. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، ويعدي من واحد يا ولد، لكن تتقطع المطريه مره ثانيه. بس المدحت بالعقل، يا سلام الواحد بقى الواحد حاتم. الواحد حاتم على مهلك، اتلعب هناك كده عند هادي جاد، ورجل قدم مع القدم وتبقى تتحول ورمي التماس لصالح نادي. حلوه بس، حلوه بس الهوا بس. حاتم مره ثانيه يلعب الكره عند عبد الله، عبد الله، عبد الله. يا سلام لباسل، باسل كده يعديها تخبط وما تعديش، تخبط في لعيب المطريه واستلمها مره ثانيه. هايل المطريه تقطع الكوره، يا سلام، وهجمه خطيره. هيحول الكوره ولا ايه؟ لا بفكر يشوط، وشوطه جامده وجوه الجول. مش ممكن، مش معقول، لا 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 لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، كوره قويه جدا تخبط كده في علاء وتخش جول في موقف غريب جدا من حارس المرمى. لكن تعادل المطريه، هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف. يا عم نادي المؤمن يا عم في المباراه. ضربه البدايه، هادي جاد، حاتم، عبد الله تطول منه. يا سلام لحسن، تطلع تبقى رمي التماس. طبعا لازم يبقى يكون في هدوء لاكتساب الثقه مره ثانيه. تخبط الكره وتروح هناك، عبوده هايل يا ولد لرياض، والله هايل يا رياض. رياض يعدي الكره عبد الله، فين يا عبد الله؟ فين؟ فين صناعتك؟ فين؟ خشوا عرضيه، هي دي حلوه الكره، يعدي مره ثانيه، هيسدد ولا ايه؟ هوبا يا 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 يا، مش ممكن، مش معقول، كرة مرة ثانية تخبط وتطلع ترجع للمطرية مرة ثانية. معلش يا عبد الله، معلش يا عبد الله، الكرة مفيش أروع وأجمل من كده. حلوة الحاتم بالعقل يا ولد لعبد الله، عبد الله مرة ثانية لهادي جاد، بتقطع للمطرية، يعدي هادي وتبقى ضربة حرة مباشرة لصالح المطرية. ضربة حرة مباشرة، هجمة خطيرة لعبد الله، السرعات ابتدت تشتغل. عبد الله كرة مع المطرية، ضربة حرة مباشرة هتتلعب داخل مربع العمليات كالمعتاد، وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الجمارك. عبد الله، معلش يا علاء، لازم برضه تاخد الثبات، ما تحصل مع الكبار. يلا عبد الله، كده كده، بوش رجلك كده يا عبيط.
لا لا حلو 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 يا عبد الله. لف رجلك عدو، مش عايزين نضيع فرص يا عبد الله. عبوده لف رجلك. ماشي يلا يلا. يلعب الطويله في وسط الملعب. فريد ممسوك ما عملش حاجه لحد دلوقتي. حاتم باسل لعبد الله. عبد الله يخبط وتبقى رامي التماس. حاتم حاتم الكره الطويله هناك عند فريد، تخبط وتبقى رامي التماس مره ثانيه لصالح نادي الجمارك. رامي التماس لحاتم مره ثانيه ومره ثالثه. كلاكيت بالكربون. رامي التماس يلعب الكوره عند هادي جاد، ترجع كده ناحيه باسل مدحت بالعاء. فاول يا كابتن، دي فاول اصلا. رامي التماس يحتسبها كابتننا الكابتن طه عزيز. حاتم يلعب الكره عند فريد، فريد يلعبها طويله عند رياض، لسه ما فيش ربط ما بينهم. تتلعب هناك في ظهر المدافعين. حسن يشيل الكوره، ما تصبرش على الكوره، تبقى رامي التماس لصالح نادي الجمالك. لا والله لصالح البطاريه. كوره تتلعب طويله من رامي التماس، لكن حاتم موجود يحجز على كورته وياخد رامي التماس لصالح نادي الجمالك. حاتم ملهاش لازمه يا علاء دي خالص. يلعب الكره عند عبد الله. عبد الله مره ثانيه لهادي جاد يحجز على كورته، لكن تطلع الكره وتبقى رامي. لا لا والله داخل البساط الاخضر مره ثانيه للمطريه في ظهر حاتم. حاتم يستلم كورته ويلعبها عند عبد الله، تتقطع مره ثانيه المطريه في ظهر عبوده، لكن ضربه احتسبها الحكم فعلا، ضربه ركنيه لصالح نادي المطريه. طاقم تحكيم الكابتن طه عزيز والكابتن بدوي ابن الوادي الجديد والكابتن يوسف مصطفى، اثنين مساعدين متميزين. ضربه ركنيه لصالح البطاريه. هتتلعب من مره واحده مقوسه ولا هيباصي؟ تعليمات الحكم بتدي كالاتي انها تتلعب مقوسه داخل مربع العمليات، وطويله يشيلها علاء من هناك والتحام مع حارس المرمى، وتبقى ضربه حره مباشره لصالح نادي الجمارك. عبوده عبد الرحمن يلعب الكره هناك عند رياض لهادي جاد، عايز يلعبها لعبد الله. هادي جاد مره ثانيه لرياض، رياض كده بالعقل عند يوسف. يوسف عايزين مشوارين كده. يا يوسف فينك؟ فين مشاويرك؟ لرياض مره ثانيه. رياض لباسل مدحت. باسل مدحت عايز يغير الاتجاهات بتاعته الناحيه الثانيه خالص. هايل يا باسل متميز. تتلعب لحسن، حسن يلعبها حلو في وسط الملعب، تتقطع المطريه. باسل مدحت عايز يديها لعبد الله، هايل مره ثانيه وثالثه. هيوقف كورته ولا ايه؟ عبد الله تتقطع وتبقى رامي التماس لصالح نادي الجمارك. حلوه باسل قوي يا باسل، حلوه قوي. العقل المفكر دلوقتي داخل بساط السحري. هايل يا ولد يا لعيب. 18 يا حاتم. حاتم هيلعب رامية التماس داخل مربع العمليات. تتلعب طويلة من حاتم، لكن لاعب المطرية يشيل الكورة. هايل يا ولد يا لعيب. يشيل كورته مرة ثانية. هادي جاد يا سلام يا هادي. يوقف الكورة كده لكن تطول وتبقى رامية التماس لصالح نادي الجمارك. رامي التماس لصالح نادي الجمارك. حاتم مرة ثانية. حاتم يلعب الكرة الطويلة. يا سلام، تخبط وتطلع المطرية مرة ثانية لرياض. رياض قطع الكرة وتروح هناك عند عبد الله. عبد الله استلم كورته لكن تتشال منه المطرية، وتبقى رامي التماس لصالح المطرية. اشتغل شوية يا عبد الله. لسه في خمول كده بعد الهدفين. المطريه مره ثانيه استلام وضربه حره مباشره لصالح نادي المطريه. سلامات يا حبيبي، سلامات. لسه لعيب واقع على الارض. الفرقتين يوم بالسلامه الحمد لله. الفرقتين بيلعبوا كره على الارض. ضربه حره مباشره غير ماتش امبارح، كان كله بالونات وسط الملعب.
هيلعبها طويله مره تانية ترتقي للمطريه بس المدحت ومعاه لعيب المطريه بس المره تانية يعدي ويفوت ياخد كورته. يا سلام يا باسل لهادي جاد لرياض رياض يا ولد يا رياض يا ولد يا رياض يا ولد يا باسل. سلام يا باسل هو ده العب يا ولد يا عبد ليوسف يوسف مع عبد الله يوسف مره تانية يعدي بكورته هناك يعدي من واحد والتاني يا سلام وتتقطع مره ثالثه والتحامات بسيطه تخبط الكره تبقى رامي التماس لصالح نادي المطريه. تتلعب مره تانية للمطريه استلم كورته هيرفع ولا ايه عبد الله ليوسف يوسف لباسل باسل يعدي يا سلام يا ولد لعيب يعدي الكره لرياض يا ولد يا رياض يعدي لك اللعيب المطريه يشيل الكوره وياخد ضربه حره مباشره لصالح باسل مدحت. حلو يا رياض حلو يا باسل تسيبك كابتن طه عزيز النهارده شايف في ربط جامد جدا ما بين باسل مدحت ويوسف ورياض وعبد الله. عبد الرحمن يا عبدو هيلعب الكره الطويله في وسط الملعب في مربع العمليات. حلو كره هناك يا سلام لكن دفاع متوازن متواجد يشيل الكره لاعب المطريه بس المدحت. يا سلام يا سلام يا سلام هايل ارفع لك القبعه احتراما وتقديرا لك هذا اليوم. كره جميله هناك عند علاء لازم تخرج كده قبل ما تستناش للكوره. علاء يلعب الكرة لحسن لحاتم حاتم عايز يعلي الكرة من فوق رمي التماس لمسة يد قصدي رياض ليوسف الناحية الثانية خالص العكسية يرفع كرة حلوة يا سلام لفريق تعدي وحارس المرمى لا متواجد هايل حارس المرمى يلعب الكرة الطويلة في وسط الملعب باسل مدحت حاتم عند هادي جاد يلا هادي يلا هادي وقف كورتك كده يا هادي هادي حلوه لعبد الله لهادي مره ثانيه لعبد الله يلا اديله تاني السلام العقل مطلوب عبد الله يعدي عبد الله يا ولد يا لعيب ولكن دفاع المطريه متواجد لهذه المرصاد وتبقى رامي التماس لصالح نادي الجمارك. رامي التماس يحتسبك كابتن محمد بدوي. رمي التماس حاتم طويله يا سلام يا ولد لعيب مطرية مره ثانيه عبد الله يا سلام كان معاك حاتم اقرب لكن حب يعمل المراوغه الفرديه وتتقطع منه تبقى ضربه مرمى لصالح نادي المطرية. كانت بكعبك لحاتم وراك يا عبد الله دي المطرية ضربه مرمى ضربة المرمى هتتلعب من مرة واحدة في وسط الملعب رياض بس المدحت مرة تانية المطرية تاع الكرة كرة رايحة جاية لحسن المطرية ثالث ورابع لحاتم مرة تانية حاتم يحجز على كورته تبقى رمي التماس لصالح نادي الجمارك. بودة يا سلام يا كابتن احمد تعال تعال ملعب الخماسي لك شويه كده بعد ماتش هكلمك اقول لك مين اللي موجود ماشي كوره مره ثانيه للمطريه كرة حلوة للمطرية تعدي هناك الناحية التانية خالص وتعدي وتفوت لكن حاتم موجود يطلع الكورة رياض وهادي جاد لعبد الله عبد الله يستلم كورته يعديها لرياض مرة تانية معاه حاتم حاتم وعلى شماله عبد الله يا سلام ايه ده يا حاتم المطرية مرة تانية ما تباصي على طول يا حاتم في ظهر المدافعين لكن بس المدحت موجود يلعبها بالعقل عند هادي جاد عبد الله موجود تقطع المطرية مرة تانية كرة كده مش عارف بتعدي بغرابة يا سلام لعيب المطريه متمركز يلعب الكره الناحيه الثانيه هيشوط ولا ايه عبد الله داخل معاه يا سلام لاعب المطريه عدي يعدي ويفوت ولكن يوسف متواجد يطلع الكره رمي التماس لصالح نادي المطريه. رمي التماس
رمى تماسة لاعب قطع الناحية الثانية يوسف. يوسف يلعب الطولية، لاعب رقم 5 فاضل وحده خالص، يلعب كرة طويلة خارج الملعب ضربة مرمى، يلعب يوسف ضربة المرمى على طول. حسن اطلع عبد الله، افتح يا عبد الله لعبد الله، خش انت واحد واحد يد وروح. حاتم مره ثانيه لعبد الله، شكرا روح انت روح، لكن معاه لاعب المطريه يعمل عليه التكتيك وياخد منه الكره وتبقى رامي التماس. رامي التماس لصالح نادي الجمارك، هادي يلعب الكره على طول عند عبد الله، تتقطع منه لسه ما فيش ربط في الجهه اليمنى خالص، بس المدحت بالعقل والامتياز والجدارة. يا سلام، يطلع الكرة رامي التماس لصالح فرقة المطرية. رامي التماس اتلعب لرقم 5، يسدد كرة كده في ظهر المدافعين لعلاء. علاء يلعب الكرة من مرة واحدة في وسط الملعب، تعدي وتفوت لرياض. رياض ليوسف، يوسف يلعب الكرة الطولية هناك في ظهر المدافعين عند عبد الله. هاي اللي يا ولد لعيب، تخبط وتبقى ضربة ركنية لصالح نادي الجمالك. عبد الله جيش ما راحش، ما راح راح المكان اللي بيحبه عبد الله. عبد الله راح لوضعه الطبيعي، المكان اللي هو بيعشقه بتعليمات من كابتنه الكابتن محمد جاد. ضربة ركنية هيلعبها رياض بالقدم اليمنى في ظهره يوسف، تتلعب حلوة هناك كده مقوسة في ظهر المدافعين، تخبط وعشان رقم 5 ترجع. لف يا عم عبد الله ولا ايه؟ تطلع بتعمل ايه يا ادم؟ ضربة مرمى لصالح، لا والله ضربة ركنية. ضربة ركنية لصالح نادي الجمالك. رايح للكرة يوسف صاحب القدم اليسرى، يلعب الكرة المقوسة هاي لفريد، يشيلها دفاع المطرية. عبد الله قريب، يا سلام يا هادي جادو، لمسة يد منين؟ حلو يا هادي من مكان روعة الروعة، حاجاتك دي يا شو على حدود منطقة الجزاء. كرة كويسة جدا في مكان متميز يحتسبها الكابتن طه عزيز. شايف كده هيروح للكره يوسف صاحب قدم يسرى، عايز العب شوط على طول. دي حبيب كان بيجيبها جول على طول، ان شاء الله يجيبها هو كمان. يوسف هيلعب الكره المقوسه بتلعب فين؟ ترتخت كده فوق قايم في حوالي يارده. بس وتبقى ضربة مرمى لصالح والعيبة بوش رجله المطرية تملى تحت. عايز بضاعة كده، مش بيقولوا كده بضاعة، تلف بضاعة، مش عايزة قوة. هي ضربة مرمى تتلعب طويلة في وسط الملعب. رياض هاي اللي يا ولد لعيب المطرية مرة تانية، هناك باسل مدحت لرياض لهادي جاد. هادي جاد يعدي يعدي هادي، قطع مره ثانيه توصل للمطريه. هاي اللي يا ولد لعيب، استلم كده على صدره لاعب المطريه ويهدي ويروح. يا ولد لعيب بيراوغ بين ثلاث لاعبين، اهلا 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 من مكان جيد ملهاش لازمه خالص. لاعب المطريه قدر يستحوذ على الكره لغايه ما خد ضربه حره مباشره من مكان متميز جدا. كابتن طه عزيز بيرجع الحيطة. ضربة حرة مباشرة هتتلعب مقوسة، تتلعب على مرتين داخل مربع العمال، اتلعبت لك هوبا. يا سلام، مرت بفضل الله بردا وسلاما. كرة حلوة هناك الناحية التانية. يلا يا عبد الله فين وسرعته فين؟ روح يا عبد الله فين؟ عبد الله بيعدي لكن معاه مدافع المطرية. العب العب العب، الناس لسه ما رجعتش. رمي التماس يوسف لرياض، شيل هادي رياض يلعب الكره الطويله لك عند عبد الله.
عبد الله يرتقي من اعلى نقطه بيسدد كده على ظهر المدافع وتبقى ضربه حره مباشره لصالح نادي المطريه. كده من الوضع كان ضربه حره مباشره هتتلعب طويله يعديها كده من ظهر المدافعين لكن يا سلام علاء متواجد. حلو علاء. حسن بيغطي علاء يلعب الكره ليوسف. يوسف يلعب الكره هناك عند عبد الله. عبد الله طبعا رجع لمكانه الشهير بأظهره. يلعب كره هناك تطول منه توصل في ظهر المدافعين لكن علاء موجود يمسك كورته لحسن. حسن حاتم. حاتم يا ولد لعيب على مهله كده يلعب الكره تتقطع منه. حاتم تروح الكره للمطريه مره ثانيه لعند حسن تقلش الكره ولا ايه؟ يا خبر ابيض مش معقول غرابه النهارده حسن للمره الثانيه يتقلش الكره مرتين مش معقول النهارده في حاجه غريب غلطات يعني ما يغلطتوش في عيال صغيره ما تغلطش غلطات دي. ضربه ركنيه لصالح المطريه ليه استدعاء العلاج الطبيعي للاعب المطريه نتيجة ارتضام في قفاز حارس المرمى. كابتن عبد الخالق ما تشوف رونالدو دي تطفي قول يا يلعب الكرة يوسف علاء طويلة في وسط الملعب عبد الله مدافع المطرية طلع الكرة وتبقى فن التماس للجمارك رحله رياض اديها لحاتم. حاتم لعبد الله لرياض. رياض لحاتم لباسل. رياض مره ثانيه. رياض ومعاك الجنب الثاني فاضي خالص ياخد ضربه حره مباشره على لاعب المطريه تتلعب ليوسف. يوسف يعديها مره ثانيه لرياض. رياض يعدي لعبد الله. فين عبد الله؟ فين فين؟ لكن حارس المرمى متواجد وعبد الله يستد الكره لكن ما فيش متابعه. والله مصطفى تيفا عامل فجوه كبيره جدا في الحته دي. حارس المرمى يلعب الكره الطويله في وسط الملعب مع المطريه. حسن حسن المطريه مره ثانيه بس المدحت العقل المفكر حلوه اللي عند عبد الله ومعاه حاتم. عبد الله ياخد كورته يلعبها لباس المدحت ومعاه هادي جاد. هادي يا سلام بالكعب لباس مره ثانيه غير اتجاهاته لرياض في وسط الملعب مع يوسف هناك في الباك الشمال يلعبها كده تطلع طويله شويه لكن يوسف يجيب الكوره يهيل يا ولد لعيب. يوسف يلعب الكره الطويله عند فريد. فريد كده بدفعه في لحظه خباسه لكن حكمنا كابتن طه عزيز صاحي وفايق وشايف الحاجات دي وحاجات كده ما ينفعش اي لاعب يتكلم داخل الملعب لا صوت يعلو فوق صوت الحكم. يا فريد هو فريد تتلعب طويله هناك للمطريه مره ثانيه. هايل يا ولد العيد يستلم كورته بالعقل كده وياخد منها رمي التماس. والله المطريه فلاعيبه جميله متميزه لغايه دلوقتي اداء طيب وراقي كره حلوه. يا سلام يا عبد الله هايل يا ولد يا لعيب استلم كورته كده. عبد الله عبد الله يعدي ويفوت. عبد الله مره ثانيه لرياض. رياض رياض يلعبها هناك خالص ليوسف. هايل يا ولد يا لعيب. يوسف هيعمل ايه؟ يلف ويدور ومعاه لاعب المطريه يعدي من واحد وتخبط الكره في الثاني وتبقى رمي التماس لصالح نادي الجمارك. رمي التماس يلا هيلعبها يوسف. يلا بقى عايزين جون بقى قبل الشوط ما يخلص. عبد الله عبد الله تتقطع منه الكوره توصل للمطريه مره ثانيه يلعب الكوره كده الطويله ما فيش غير عبد الله عبد الرحمن عبوده. عبد الرحمن لحسن. حسن لعبد الله. هايل يا ولد يا لعيب. هايل يا ولد يا لعيب يعدي الكوره تبقى رد التماس. حاتم لا 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 لفريد 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 يلا عند فريد عند فريد هيلعب الكره الطويله لفريد تتقطع منه تبقى رد التماس. اسكت اسكت ما هو اللي فاضي. المطريه لرياض الملعب خالص بره الملعب طلع بره خالص حاتم لرياض
يا ولد لعيب يعدي ويفوت لكن المطريه ايه ده موته احسن يا عم موته احسن كره حلوه هناك لعبد الله بس يا عبد الله حلوه ليوسف يوسف تتقطع وتبقى رامي التماس لصالح نادي الجمارك رايح لها يوسف مره ثانيه عشان يحسب فاول لازم يموته يوسف حكم كويس حكم كويس ما فاول دي حكم ماشي كويس غلط لا الحكم كويس عشان ما نقولش نقول الحكم الحكم ماشي غلط كويس الحكم كويس رامي التماس يوسف عند عبد الله تتقطع منه للمطريه مره ثانيه يلا ادي بترجع له عبد الرحمن لباسل مدحت بالعقل ليوسف تبقى رامي التماس للمطريه مره ثانيه كل فريق عنده اوراق يقدر يخلص بيها الفارق وده اللي هنشوفه على مدار الشوط الثاني كره حلوه هناك رامي التماس للجمارك مع يوسف يلا عبد الله اشتغل شويه يحتسبها الكابتن يوسف مصطفى مساعد الحكم النهارده يلعب كره طويله يوسف المطريه تقطع الكوره يا سلام يا رياض غير هنا تعال رياض اظهر يا عبد الله يلعب الكره حلوه الحاتم معاه عبد الله على شماله يا سلام عايز يلعبها هناك تطول وتبقى الكوره رامي التماس لصالح نادي الجمارك العب بسرعه بقى يلا رايح للكره عبد الله بسرعه وسيبها الحاتم حاتم هيلعب رابط التماس داخل مربع العمليات طويلة عند عبد الله عبد الله كده يسقطها ضعيفة في ايد حارس المرمى مش محتاجة مجهود كرة طويلة في وسط الملعب حسن هايل يا ولد يا لعيب رياض 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 ومع باسل مدحت تعال هنا تحضير من وسط الملعب ليوسف مرة تانية باسل مدحت تحويل الملعب مطلوب لهذه الجهة تتقطع وتروح عند حسن حسن تخبط وتطلع وباسل مدحت موجود يوسف والله قطع الكورة عبد الرحمن شيل بقى عبد الرحمن ليوسف تتقطع منه وتبقى رامي التماس لصالح نادي الجمارك لو يطلع فيها تلاقيها يا اسامة كده ممكن ما تكونش طلعت مزيت الشارع باسل مدحت مرة تانية ويتحصل لاعب المطرية على ضربة حرة مباشرة ضربة حرة مباشرة بعد منتصف الملعب هتتلعب داخل مربع العمليات سامة مش لاقي الكرة عم بضرب تتلعب طويلة هناك وفينا يا 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 كرة خطيرة جدا كرة خطيرة جدا للمطرية مش ممكن مش معقول ايه كورنر يا سامة جت فينا؟ ضربة ركنية ضربة ركنية للمطرية هتتلعب داخل مربع العمليات طويلة هناك على متواجد هايل يا ولد يا لعيب ابتدى تكتسب الثقة حلو عند عبد الله لرياض لباسل لحسن لقيتها يا اسامه طب شوف يا محمد الكره دي هتلاقي نزلت بص يا محمد هتلاقي نزلت الشارع الناحيه الثانيه اروح بعد شويه يلا يلا ارفع يا ابن زميله الكره جايه في ظهره الناس يا عم قال لك الواد هيطلعها من الاول قال لك الواد هيطلعها في الاحواش يا عم والله عليها يا جافي واحد على القريبه واحد تعال تعال واحد روح هادي خش هادي اركب يا فريد يا عم محمد ومين اللي عمل فاول النبي
ينزل بود يا عم. المفروض ينزل بود. انزل هو والواد محمد. طب ومستني ايه؟ مستني لازم الشوط الثاني. ما نزل من دلوقتي يا كابتن. خلاص ما فاضل دقيقتين. ما عادش خلاص. فاضل قد ايه يا كابتن؟ خمس دقايق؟ خلاص خمس دقايق. خلاص الواد ده دقيقتين كمان. انتهاء الشوط الاول تعادل 1-1 بين نادي الجمارك والمطريه.